هذه قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. الوداد ضد الدفاع الحسني الجديدي. يواجه فريق الوداد الرياضي لكرة القدم الدفاع الحسني الجديدي يوم الأربعاء 9 يونيو 2021 على الساعة 5 مساء بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء. ولن يكون متاح للتونسي فوزي البنزرتي مدرب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم الاستفادة من خدمات لاعبه يحيى عطية الله، وذلك في المواجهة التي ستجمع الفريق بمضيفه الدفاع الجديد بسبب تلقي هذا الأخير البطاقة الصفراء الرابعة هذا الموسم، وكان ذلك خلال المباراة الأخيرة لفريق الوداد أمام يوسفية برشيد في الدقيقة 65، علما أنه تلقى بطاقة صفراء أمام الفريق الحريزي ذهابا إضافة إلى كذلك مباراتي المولودية الوجدية ونهضة بركان. وإلى جانب يحيى عطية الله سيغيب سايمون صوفا الذي غادر المغرب متوجها إلى تنزانيا الجمعة الماضية 4 فبراير 2021 من أجل الالتحاق بمنتخب بلاده للمشاركة في المباراة الودية الإعدادية التي سيخوضها منتخب بلاده ضد مالاوي يوم 11 يونيو 2021، ما سيغيبه عن المباراتين المؤجلتين لفريق الوداد الرياضي أمام الدفاع الجديد وحسنية أكادير على أن يشارك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي. أما بالنسبة للدفاع الجديد فقد بات قرناص مهددا بشكل كبير بالغياب عن مباراة الوداد، وهو ما سيزيد من متاعب المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة نظرا للغيابات التي يعاني منها فريق الدفاع الجديد. وسيغيب عن فريق الجديد في مباراة يوم الأربعاء القادم كل من محمد الجعواني بداعي الإيقاف بعد طرده في مباراته السابقة أمام نهضة أتلتيك زمامرة، وأنكيرا ستانيسلاس وموكو أمالي لالتزامهما رفقة الكونغو والكونغو الديمقراطية. نهاية الخبر، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.